اهلا بيكم في تغطيه موسعه جديده من صاله تحرير اليوم السابع. النهارده الجمعه معاكم تامر اسماعيل ورغده بكر. اهلا يا رغده. مساء الخير يا تامر. مساء النور. عامل ايه؟ احنا النهارده عندنا اخبار كتير لحضراتكم، لكن شويه بعيده عن السياسه، لانه اليوم في الويك اند ما بتبقاش الدنيا سياسه قوي. احنا اخترنا اخبار لطيفه والتغطيه تبقى لذيذه جدا، واولها النهارده اليوم العالمي للايموجيز. ما انا عرفت. اقول لك بقى الحكايه ايه. شركه فيسبوك عملت تقرير ظريف كده بتتكلم عن استخدامات المصريين للايموجيز، ايه اكتر ايموجي المصريين مهتمين بيه وبيبعتوه لبعض. تصدر المشهد ايه بقى؟ الفيس اللي هو بيسخسخ من الضحك والعياط ده، عارفه؟ اللي بيضحك جدا ده. ده انا بستخدمه في الراحه وفي الجايه بقى، في كلنا أي حاجة. كلنا بنستخدمه. هو الترتيب شويه يمكن ليه دلالات، بس انا قبل ما اعرف او قبل ما اقول لك المصريين بيستخدموا، انا عايز اعرف انت اكتر ايموجي بتستخدميه هو إيه؟ ده الضحك. واللي بعديه انا مش عايزه اضحك او انا متضايقه يعني. واللي بعديه العياط. البنات غالبا يا ضحك يا عياط، غالبا يا ضحك يا عياط، اقول قلب يعني، في الغالب مجاملات رايحه ومجاملات جايه. لا، هو الترتيب جه، الدراسه معموله على الشرق الاوسط في اخر 3 شهور خاصه بفتره كورونا. فتره كورونا صح، من اول ابريل لحد يوليو غالبا. الغريب انه الشرق الاوسط كله اتفق على انه اكتر ايموجي بيستخدم هو الفيس الضحك اللي فيه دموع، مش يعني الضحك العادي. تاني ايموجي هو القلب، القلب الاحمر. في مصر في قلب اسود، بس ده جاي في الترتيب الاخير شويه، مش عارف ايه معناه، هنحاول نفهم معناه. لكن كان الترتيب انه الجزائر الضحك برضو، والمغرب الضحك، ده اعلى ايموجي. الدوله الوحيده المختلفه يمكن لبنان. القلب الاحمر يمكن شبه شويه لبنان. عندهم مشاعر اكتر شويه. طيب، برضو من الايموجي اللي هم رصدوا استخداماتها كان الفيس اللي عليه كمامه، عشان الفتره دي، عشان الفتره دي. فطلع برضو ان استخدامه في مصر كان كبير جدا، من اعلى الدول ب 3.4% 3.4 مليون استخدام في مصر خلال الفتره دي لايموجي الكمامه. معانا حد يعلق لنا؟ معانا حد يعلق لنا على ده. اتفضل دكتور جمال فرويز، هو استاذ الطب النفسي. مساء الخير يا دكتور، وخليني اسالك فكره الايموجيز، يعني الوش اللي بيضحك اللي هو اكثر استخداما للمصريين، او القلب، هل ده له دلاله معينه؟ يعني هل المصريين قلوبهم عمرانه بالضحك والحب ولا مش بالضروره؟ لا، بص يا فندم، هو دايما الشخصيه المصريه كانت من الشخصيات اللي هي بنسميها ابن النكته، يعني احنا نميل دايما الى الضحكه، الى النكته في التعبير. النهارده يمكن الموضوع قل شويه في العقد الاخير، فابتدينا نستخدمها النكتة الافتراضية والضحكة الافتراضية، فابتدينا نستخدم الإيموجي ده على هذا الأساس. الإيموجي ده بيعبر عن الكينونة بتاعتك أو الحتمية النفسية بتاعتك الداخلية. إحنا نحب الضحك، نحب النكت، نحب دائما نكون في انبساط كل موقف، حتى لو ضغط بنقلبه لضحكة. فده قلبناه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النكتة الافتراضية. فاللي يمثل النكتة الافتراضية الإيموجي بتاع الضحكة، ضحكة بدموع لو فيها نوع من السخرية، أو في نوع من اللي هو بيسميه الضحكة حتى البكاء، أو الضحكة حتى الدموع، ده نوع من السخرية من الأحداث أو من الأمور اللي احنا بنمر بيها. دكتور، طب أنا عايز أسأل حضرتك، هل ده مش بيتنافى شوية مع طبيعة الموضوعات والمعارك اللي احنا بنشوفها في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا، إلا أغلبها التحرش والتنمر والخناقات والصراعات الفكرية؟ يعني برضو في شوية اختلاف ما بين المقياسين اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا والرصد اللي عملته شركة فيسبوك. بص يا تامر، عايز اديك معلومة. انت لو عملت النهاردة انتخابات على الفيسبوك ونزلت افراد معينة نزلوا الانتخابات دي، هتلاقي ناس منهم واحد لازم هينجح والناس هتفشل. اعمل نفس الانتخابات مع نفس الافراد ونفس المجموعة اللي دخلتها على الفيسبوك، نزلها في الواقع الحقيقي، هتلقى النتيجه مختلفه كليا في كل شيء. دائما على مواقع التواصل الاجتماعي ده فيها نوع من الاندفاعيه، فيها نوع من اللحظيه في اتخاذ قرار، بالتالي دائما بناخد الموضوع بنوع من الجدليه الهزليه، دائما بناخد الموضوع بصوره هزليه. عشان كده يعني انا مفاجئ ان الناس مثلا منتظره قرارات معينه تتاخد على الفيسبوك، وده خطا كبير. ايه هنا بيوريك حته الاندفاعيه اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. فانا لما باخد اي موقف لحظي باخد منه السخريه، فبحط الايموجي بقى اسهل، بدل ما اكتب حاجه، وخصوصا الناس لما بتكتب بتفهم بعض غلط، بيحصل خلافات، بيحصل اختلافات، بيحصل خناقات، بيقول لك انا لما احط ايموجي اسهل، خلاص ان انا ضحكت له او حاسس بسخريه من الموضوع ده، فانا بستسهل الموضوع، مش عايز افتح على نفسي مشكله اكبر من ذلك.
طيب انا بس هطلب من حضرتك الاول قبل ما نكمل كلامنا انك تبعد الكاميرا سنه او ترجع للخلف سنه ايوه بالظبط كده. اشكرك جدا. هنا عايز اسالك سؤال. في الغالب يعني انه المشاعر واحنا دايما جربنا ده حتى في الفترات الاخيره المشاعر ما بتتنقلش بشكل دقيق قوي على السوشيال ميديا ولا حتى باستخدام الايموجي دي، وفي احيانا كثيره يعني واحنا ممكن احنا نفسنا نتورط في ده بنستخدمها بشكل مفتعل يعني ما بتبقاش حقيقيه. انا عايز اقول حاجه برساله معينه فاروح حاطط ضحكه عشان اللي قدامي ما يفهمهاش غلط او يفهمها صح، ممكن احيانا كتير ما تبقاش مفتعله. فهل ممكن يبقى الرصد ده برضو من في السياق ده يعني مش دقيق قوي؟ ما زي ما قلت لحضرتك هو رصد خاطئ لسبب، انه زي ما ذكرت لحضرتك في اجابه السؤال السابق قلت لك في اندفاعيه، لما كنت بقول رقده في اندفاعيه في الاجابات دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتالي بيديني دائما اجابه مفتعله غير حقيقيه متسرعه، ده لا يعبر عن الواقع بتاعي بالمره. عشان قلت لحضرتك انا لو عملت اي نوع من انواع المقارنات على الفيسبوك وجيت نفس المقارنه حطيتها في الموقع الواقعي هتلاقي النتيجه مختلفه تماما عن هما. الدكتور يعني خليني اسال حضرتك، ويبدو السؤال مكرر لكنه مرتبط طول الوقت بتصرفات الناس، هل السوشيال ميديا وتحديدا فيسبوك لانه الاكثر استخداما في مصر هو المتنفس الوحيد عشان الناس يطلعوا عليه خلينا نقول كبت المشاعر او مشاعرهم دي؟ كان لفترة رغدة الناس بتعتبر فيسبوك المنصة للتعبير عما يدور في داخله. لقينا ان هنا ابتدينا احنا ما تعودناش على ديمقراطية واحنا صغيرين، فبالتالي لما خدنا هذا الكم من الديمقراطية المطلقة استغلناها خطأ. ابتدت ناس انا اسف تشتم ناس او ناس تتعدى على ناس او تتعدى على مسؤولين او تتعدى على اديان او تتعدى على مؤسسات، لا لشيء سوى لك انا بستخدم حق الديمقراطيه. لا دي مش ديمقراطيه، ده فهم خاطئ للديمقراطيه. فبالتالي ابتدت حتى التقليص في استخدامه، يعني كان في ناس ابتدت تفتح اربع اكونتس فايف اكونتس لنفسهم. ليه؟ عايز واحد يتكلم بالصوره الراجل الرشيد العقل اللبيب، واحد يتكلم بصوت الشاب المستهتر، واحد يعاكس، واحد يتكلم مش عارف ايه، او يدي صوره معينه لموقف معين. زي بعض الجامعات مثلا كل واحد ليه 2000 3000 اكونت بيحركهم باصرار واحد، عشان كده لما تلاقي في اي استطلاع راي في اتجاه معين سياسي تلاقي بسرعه اتملت ضد موقف حكومي او ضد موقف الشعب المصري. هو ده ليس حقيقه ولكن هي باصرار هو حرك مجموعه كبيره. فبالتالي الفيسبوك ليس معبر واقعي عن اي واقع بتاعنا، هو عالم افتراضي تماما لا يمثل الواقع المصري. عشان كده حتى دايما بنقول هو ترند يعني بياخد 3-4 ايام وينتهي. طيب انا هنا عايز اسال حضرتك سؤال بقى، لانه دلوقتي الاحصائيه دي بتقول ان احنا اكتر شعب بيستخدم الضحك والقلب على الفيسبوك على الاقل في منطقه الشرق الاوسط، وحضرتك بتقول من تحليلك طبعا المبني على يعني نظره علميه انه استخدام المشاعر على السوشيال ميديا مش حقيقي وفي اغلب الاوقات بيبقى افتعالي او فيك. اذا احنا دلوقتي لو حطينا الملاحظتين دول جنب بعض ده معناه انه احنا من الشعوب اللي مشاعرها فيها نفاق او تزييف على السوشيال ميديا، هل النتيجه دي حقيقيه ولا لا؟ شوف انت انا بتاكد كلمه نفاق على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تامر عالم افتراضي. يعني بص في ناس مجموعه من البشر استعملهم للسوشيال ميديا ده نوع من انواع التفريغ للطاقه اللي جواهم اللي هم ما يقدروش يعبروا بكلامهم بصوره واقعيه. احنا النهارده بنتكلم مع بعض من بعيد، لكن نيجي نتكلم مع بعض على ترابيزه واحده او في مكان واحد اقول لك انا اسف ما اقدرش كده، ده عالم افتراضي. هذا العالم الافتراضي لا يمثل الصوره الحقيقيه، زي ما قلت لحضرتك فيها نوع من الاندفاعيه، فيها نوع من انواع الترند، ان انا باخد صوره معينه لمجرد المجامله، لمجرد ان انا اسف معاكسه، زي واحده تنزل صورتها عشان تاخد 500 لايك ولا 2000 لايك او 3000 لايك، حقها، او 7000 كومنت، حقها، ولكن هل كل اللي كاتب هو ده رايه الحقيقي؟ لا. لكن لو جينا في راي في صوره واقعيه قعدنا مثلا في مكان ونفس الشخص ده اتكلم بالكلام نفسه اللي كاتبه على الفيسبوك، هتلاقي في ناس هتعترض وناس هتتلفظ وناس هتؤيد وناس هتدعم وناس هتقف في موقف مناوئ لذلك. الصوره بتختلف تماما لما نكون في الصوره الواقعيه عما نكون في الصوره
إذن إزاي نفهم مشاعر بعض يا دكتور؟ إزاي نكتشف، خلينا نقول السؤال بشكل تاني، إزاي نكتشف الخداع على السوشيال ميديا بينا وبين بعض؟ بصي، هو ما بيعتبرش إن هو ما بيقولكيش أنا بخدع، ولكن أنا عشان أعتبر صورة حقيقية لأي إنسان لازم في العالم الواقعي. العالم الافتراضي هو عالم افتراضي بحد ذاته، الموضوع لا يتعدى أنه عالم افتراضي. بعض الأحيان الصورة بتنتقل من العالم الافتراضي للعالم الواقعي. بس يا دكتور، اللي مشاعره فيها خداع على السوشيال ميديا أو فيها افتعال أو انفعال على السوشيال ميديا، مش ده برضو إشارة إلى طبيعة شخصيته الحقيقية حتى في العالم في الواقع يعني؟ لا، فيها نوع، هنا بعتبر أحيانا أنها نوع من المجاملة، اللي هي كومبليمون، يعني بيعمل كومبليمون لصاحب الأكاونت. في ناس تاني بيبقى رد أنا بجاملك فأنت بتجاملني. واحد تاني هو بيكتفي بذلك عشان مش عايز يكتب، لأن الكتابة هتعمل نوع من المشاكل، أو اللي هو بيكتفي بهذا الرد كمجاملة لصاحب المكان، أو على الأقل مش عايز يفتعل مشكلة، أو على الأقل هو بيمشي حاله على أساس تاني هيردها له في الأكاونت بتاعه. يعني دائما، لكن مش بالضرورة يكون ده إشارة إلى أنه الشخص نفسه مشاعره مفتعلة أو أوفر يعني. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا دكتور جمال فرويز، استاذ الطب النفسي، على شرحك وتحليلك، ودايما تكون منورنا في تغطيات اخرى في صاله التحرير يوم السابع. شكرا لحضرتك يا فندم. طيب يا رغده، الدكتور بيقول انه ده ملوش علاقه قوي بالواقع، يعني مش لازم تكون عشان احنا بنستخدم الضحك كتير فيبقى احنا مبسوطين اكتر، او ان احنا بنستخدم القلب يبقى احنا بنحب اكتر. انا تخيلت كده فاتبسطت، قلت حتى انا سالته سؤال بقوله المصريين قلوبهم عمرانه بالحب وبالضحك، فقال مش بالضروره. كمان فكره ان انت حاجه ويرد قوي ان انت ما تعرفش تحكم تصرفات اللي قدامك، انت مش عارف هو مبسوط فعلا ولا لا، وانت مش عارف هو بيحبك حقيقي ولا لا. انت في استخدامك للسوشيال ميديا، وبصراحه تعبيراتك اوفر ولا اقل؟ لا، ما بحبش اكون اوفر. بحس اللي قدامي ممكن يقلق مني، اللي هو انت مفرطه في الضحك او مفرطه في الايموجيز اللي هي الحزينه، فانت عندك مشكله يعني. خلينا نقول انه الاكيد وانت انه الحكم انت تسالني لا ما بستخدمهاش. خلينا نقول حاجه اكيده عشان الناس برضو نبقى وصلنا نتيجه في الاخر، انه الحكم على المشاعر من خلال الايموجي في الغالب ما بيبقاش دقيق يعني. السوشيال ميديا عامه بالتحديد يعني، او حتى على الواتساب او التطبيقات المراسله يعني. وانه وده كلام بقى العلم، انه استخدامنا احنا الشخصي، حتى انت راقب نفسك هتلاقيك بتستخدم التعبيرات دي بشكل شويه ممكن يكون مبالغ فيه. لو انت بتتعامل مع حد فيس تو فيس مش هيبقى استخدامك بنفس الطريقه.